بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم وردني سؤال من الأخ عبد النعيم، أحد المشتركين، سأل بها عن معلومة معينة، فحبيت أن أوضحها بمثال على يعني بالتصوير. هو سؤاله كان أنه إذا عدنا حرف أو عدنا أي شكل نريد ندخل به هذه النقشة، فشنو الحل؟ الطريقة سهلة جدا أخ عبد النعيم. لنفرض أنه أنا عندي راح أكتب حرف، أيضا راح أختار حرف S، هذا حرف الأس، وراح أكبره شوية الحرف حتى يكون المثال واضح. طيب أنا عندي هذا الحرف وأريد أدخل به أي نقشة، قدامي واحد من اثنين، أما أن أروح على التكستشر، التكستشر هذا اللي موجود بالريليف، ريليف تكستشر، وراح تطلع لنا عندنا هذه الأنواع، أختاره وأختار أي نوع أو أختار فايل، وهذه النقشات اللي موجودة عندي كلها، يعني ممكن هذه أو مثلا نختار أي نقشة ثانية، تأخذ فايل الجي اي اف طبعا، ومن الجي اي اف تشوف النقشات اللي تعجبك. لنفرض انه خلينا نختار هذه النقشة، اوبن، واقول له يعني احدد هنا المعايير، هنا راح اختار يعني خمسة خلينا نقول، وبالسلكتد فيكتور طبعا، وراح هذه اخليها 2 مليم الارتفاع الزد هاي، وهذه ايضا بقيها نفسها 100% من مساحة العمل، واقول له اد، وراح يطبق لي هذه النقشة على الحرف بالكامل، وراح يصير عندي هذا الشكل. طيب هذا اذا بهذه الطريقة اشتغلنا، اما بالطريقة الثانية خلي اختار ايضا هذا أخذ على جنب. الطريقة الثانية هي لنفرض أنه أنا عندي هذه النجمة مثلا، على سبيل المثال خلي أرسم نجمة، بوليجون نجمة، لنفرض هذه النجمة أريد أمشيها على داخل الأس، شوي خلينا نصغر النجمة حتى نقدر ندخلها. هذه النجمة مثلا شوي راح أصغرها حتى تكون حجمها مناسب لل طيب. يعني هذه النجمة مثلا أريد أمشيها داخل الشكل، فشنو الحل؟ ببساطة أنا يعني أرسم خط، هذا الخط اللي هو راح تمثل الباث، الطريق، السكة اللي راح تمشي عليه هذه النجمة. هذا الطريق اللي راح تمشي عليه النجمة. طيب خلينا نجيب النجمة هنا. طبعا انا هسه رسمت مجرد يعني خط غير دقيق يعني كمثال، وراح اجي اقول له باس along كيرف، او اجي على الفيكتور وهي ايضا موجوده هنا اللي هي باس فيكتور اون كيرف، هي عنها هذه يعني، اما من الشورت كات او من هنا راح يطلع لي هذا الويندو، وراح اجي اختار النجمه، وبعدين اختار الباث واقول له بيست، ثبت لي النجمة على الكيرف. هذه الطريقة الثانية. بعدها يعني بعد ما اخلص اوكي اقدر امسح الباث، وابدي هسه يعني ممكن اخلي اي يعني ممكن نسوي area clearance، او ممكن تسوي يعني هذا انظهر على سبيل المثال،
خلينا نكمل التمرين. اوكي هذا نقول له اد. طيب كلوز، ونختار كله عدا، نختار النجمات كلها عدا شو اسمه عدا الاس، ونقول له سبتراكت مثلا ثلاثة، سبتراكت للأسفل. اوكي كلوز، صار عندنا هذا الشكل. خلي نخفيه. اوكي سبتراكت للأسفل، صار عندنا هذا الشكل. هذا مثال يعني بسيط، اما تاخذ بالتكستشر او تاخذ بال يعني along vector، يعني paste along vector، فانت يعني بكيفك، انت يعني شنو الاختيار اللي يناسبك. شكرا جزيلا، واي سؤال تحبون تستفسرون بي بالارتكام فيعني ان شاء الله اقدر اجيب عليه. شكرا جزيلا.